فكره ان احنا دايما بنشوف الدنيا حوالينا فعلا مشاكل ضغوط، وطول الوقت تحس ان انت من حال لحال، من حاجه لحاجه مش بتخلص. في حد هيختار طريق من طريقين، يا حد هيفضل طول الوقت حاسس ان هو زي ما بنقول بيندب، حاسس انه ضحيه، انا ايه اللي بيحصل لي ده، انا اطلع من حفره اقع في الضحضيره زي ما بنقول، ويحس ان هو طول الوقت كان الدنيا جايه عليه. هتبقى نظره مش هيخلص منها، لان هو مفيش غير كده في الدنيا. الجزئيه اللي بيقولها ابن عطاء الله السكندري فكره انما انار ربنا الدنيا انارها بظهور الحق فيك. يعني لو انت من جواك ما ابتدتش تحس بان في نور شايفه، النور ده هو ربنا اللي جواك اللي بيخليك يعدل الصور. معانا الاستاذه صباح، استاذه سرايا، مش مهندسه سرايا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ساره. اهلا وسهلا بحضرتك. وحشين الكذا يوم اللي انت ما جيتيش فيهم دول. ربنا يبارك في حضرتك، والله تسلمي. اتفضلي يا باشمهندس. انا بمناسبه ربنا يعني عايزه اقول تجربتي في ان انا في الاولاد يعني. اتفضلي. يمكن تفيد حد او كده يعني. انا قعدت 9 سنين يعني حملت فيهم عدد مرات كتير جدا، لكن في النهاية ربنا رضاني ببنت. وكانت بجد تجربتي فعلا يعني صعبة جدا، كنت مراحل يعني مثلا انام تماما، ما اتحركش او كده، ما كنتش بيتم في النهاية الموضوع. لكن والله يعني كان اول لما الموضوع بيخلص عندي عند حبيبتي 9 مرات، وكان اول ما بيخلص. طب باشمهندسه سرايا، هو الصوت بس بيقطع، انا سامعاكي بس من بعيد شويه، يعني صوت بيروح وبيجي، فلو في بس الصوت يبقى اوضح شويه. حملتي 9 مرات وما حصلش ساعتها في كل المرات، ما حصلش فيهم حمل. كل مره كان الموضوع بينتهي لاسباب مختلفه، ولكن كان بعد ما بيخلص مباشرة كنت بحس خلاص الموضوع ده مش بتاعي وربنا مش فاهم. الله. طب دي مرحلة مش سهلة انك توصلي للإحساس ده أصلا. والله وما كنتش أشعر بأي نوع من الزعل أبدا، وكان ربنا معوض بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا أخويا كان والدي توفى وقعد عندي، واولاد اختي سافرت عندي، يعني تخيلي حضرتك كل الكلام ده، هم مشوا مجرد ان انا جبت البنت فعلا. لدرجه ان انا الدكتور كان بيقول لي انت انا اعمل لك مجلد صبر، لاني فعلا كنت لا ربنا مش رايد، مش عايزني. انا قعدت 9 سنين لحد ما جبت بنتي يعني. طب سؤالي باشمهندسه سرايا، اتفضلي كملي. يعني بقول لكل اللي هو يعني ربنا مش بيديه يصبر، ولازم يحمد ربنا، ولازم يعرف ان ربنا كاتب له الخير بكده يعني. سبحان الله والحمد لله على كل شيء. انا عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ اصل لسه مثلا قبليكي كان استاذه عزه قالت انا قدراتي ان انا ارضى في الحالتين مش سهله، ففكرة ان حضرتك اتعرضتي للموقف ده 9 سنين وكل سنة تحملي فيها وما يحصلش نصيب وتصبري وتقولي ان ده الخير، ايه اللي بيوصل الانسان للمرحلة دي؟ انت عارفة حضرتك انا حملت في توأم وجبت ولد وقعدوا اسبوع. يعني اتولدوا؟ اتولدوا فعلا وقعدوا في الحضانة. سبحان الله. اسبوع. والله تخيلي حضرتك ان انا كنت قاعده كل ما يقولوا لي انت ممكن تخرجي اقول لا قادره بس لما يجوا، علشان هم كانوا في الحضانه. المهم ان اليوم اللي هم توفوا فيه انا فجاه كده بالليل لقيتني قلت انا عايزه اخرج. حتى الدكتور كان متاثر جدا، وما تقولوليش بقى طبعا ليه. فجالي بالليل جدا من الساعه 1 قلت له انا عايزه اخرج. قال لي ليه؟ قلت له لا لما يحتاجوني هبقى اجي. والله حضرتك انا قعدت لحد الفجر مشغله قران، معرفش ليه برضه، ولقيتني كده بكيت شويه يعني. بس مش من غير سبب، معرفش ليه. وهم خبوا عليا خالص لحد ما رجعت البيت عندي وما قالوليش، وبعدين في النهايه عرفت يعني. تخيلي حضرتك انا في اللحظه دي بس خلاص مش بتوعي. يا الله. يعني بس ده لطف من ربنا كبير. انا طبيعتي
بحمد ربنا دائما ان شاء الله. والواحد مر بحاجات كتير. طب باشمهندسة سرايا، بس بجد عندي فضول اعرف، يعني قبلي حضرتك مثلا من الشخصيات اللي تربيتك او نشأتك كانت شكلها، يعني ايه اللي وصلك بالمرحله دي من التسليم لربنا؟ ايه الخطوات اللي عملتيها؟ بصي، اولا انا في الامام في الطلاق كده، ما اعرفش، لا ما سمعتش، معلش الصوت بيقطع. اولا ايه داخلي الصوت راح، الصوت راح، ودي حته مهمه قوي عايزه اسمعها. احساس داخلي بايه؟ يعني بارضى، دي حاجه ربنا للاسف للاسف الصوت مش واضح يا باشمهندسه سرايا. لو امكن لو تكلمينا تاني، يعني لو امكن حضرتك تتصلي بينا تاني، لان التجربه بصراحه تجربه جميله قوي واقعيه. هي على فكره يعني ميزه المشاركه ان احنا لما بنسمع المشاكل وبنسمع كل واحد ليه تجربه في الحياه. يعني كان دايما احد المفكرين والعالمين العلماء يقول ايه؟ بيقول ما هو التجارب على فكره والابتلاءات اللي في الدنيا مش هتطلع بره خمس ست ابتلاءات اللي ربنا قال عليهم في ايه الابتلاء، اللي هي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. كل الابتلاءات اللي في الدنيا مش هتطلع بره الخمسه دول. بس الفكره في ايه؟ ان كل واحد ليه بصمته في ابتلائه، كل واحد ليه تجربته، كل واحد بيحط انا تدبرت في الابتلاء ده ازاي فطلعت منه بايه، فانا قبله كنت ايه وبعده كان ايه. فلازم التجربه بتطلع احسن ما فيك. فتجربه زي اللي قالتها باشمهندسه سرايا او القصه اللي قالتها الاستاذه عزه كلها معاني مهمه جدا، احنا لما بنتكلم فيها مع بعض بتصحي حاجات وبتخلينا نفكر حكم ربنا ايه. ودي من الحاجات اللي فعلا باذن الله هنتداولها في الحكم العطائيه. في من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها النهارده عن فكره معرفه الله، بنسال نفسنا واحنا ازاي نتعرف على ربنا. يعني دايما بنقول ان العباده حاجه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العلماء قالوا ان العباده هي معرفه الله، مش فكره العبادات الشكليه اللي هي الصلاه والصوم او كده. طب نتعرف على ربنا ازاي؟ في بداية البرنامج خالص من حوالي 7-8 شهور ابتدينا سلسلة اللي هي كيفية التعرف على الله. لو نفتكر احنا اتكلمنا فيها عن 6 حاجات أساسية هي العلماء جمعوها، هي دي طريق التعرف على ربنا. لو بسطناها هم قالوا الصدق ده مدخل التعرف على ربنا، دي رقم واحد. نقولها كده الأول باختصار وبعد كده نحاول نتكلم في واحدة واحدة فيها. الصدق، الذكر، العلم، الصحبة، استنوا اراجع كده اشوف ايه تاني، الصدق والذكر والعلم والصحبه والتفكر والتخلق بالاخلاقيات. دول الست طرق اللي لو مشينا فيهم لازم هتوصلنا لمعرفه الله.